أنواع المطاعم. المطاعم هي القسم الخدمي الذي يتم فيه تقديم خدمات الأطعمة والمشروبات، حيث أن هناك قسم الإنتاج وهو المطعم المطبخ، وقسم الإنتاج قسم الإنتاج وهو المطبخ، وقسم العرض وهو المطعم، لأن المطبخ هو اللي بيتم فيه إنتاج الأغذية وطهيها وغير ذلك، والمطعم هو القسم الذي يقدم فيه البيع للمستهلكين. هو المكان الذي يقدم فيه الوجبات اليومية الثلاث، ولا بد أن يكون هناك اتصال مباشر بين قسم المطعم وقسم المطبخ، حيث يعتبر الأول بمثابة قسم البيع اللي هو المطعم، والثاني بمثابة قسم الإنتاج اللي هو المطبخ. ويجب زي ما اتكلمنا عن التصميم ان يكون المطبخ قريب من المطعم، والممرات تكون مستقيمة ولا تكون مثلا مظلمة او ضيقة لعدم حدوث اي حوادث ما بين العاملين، ويكون هناك باب للخروج والدخول للعاملين، وكذلك لتيسير حركة السير، وحتى يتم تقديم الخدمة في أسرع وقت، وكذلك يكون الطعام بحالته البارد والساخن. وهناك العديد من التصنيفات التي تندرج تحتها أنواع المطاعم بناء على مكانها وقوائم الطعام التي تقدمها والخدمة ورقيها والمكان والفئة المستهدفة. لذا فإن هناك العديد من أنواع المطاعم المنتشرة، منها المطاعم الكلاسيكية، المطاعم الراقية، المطاعم المتخصصة، مطاعم العائلات، والمطاعم الموسمية، وكذلك المطاعم الشعبية، ومطاعم المأكولات السريعة، ومطاعم استراحات الطرق، ومطاعم الخدمة الذاتية. هنتعرف مع بعض عن كل نوع من كل من هذه الأنواع وما يختص به كل نوع عن الآخر. يبقى نتذكر سويا ان الانواع في كلاسيكية وراقية ومتخصصة وعائلات وموسمية وشعبية ومأكولات سريعة واستراحات الطرق والخدمة الذاتية، ليه؟ عشان تقدر تعرف ايه هو نوع المطعم الذي تحب ان تنشئه او تديره وكيفية ادارته. أولا المطاعم الكلاسيكية هي أعدادها قليلة وليست يعني منتشرة، وتكون ملحقة كثيرا بالفنادق الخمس نجوم، بتكون فيها يا جماعة الخدمة بتاعتها راقية جدا جدا، والعاملين فيها بيكونوا على مستوى عال جدا من المهارة، كذلك بتقدم وجبات فاخرة، وبتكون الأسعار فيها غالية جدا، وبتبقى فيها ديكورات و النظام فيها نظام راقي جدا، وبتوجد في أماكن يعني مستهدفة لشرائح يعني من المجتمع اللي هي الشرائح يعني الثرية والغنية، نظرا للتكلفة العالية جدا جدا في هذه المطاعم. هي مطاعم قليلة العدد، إذ ما تم مقارنتها بأنواع المطاعم الأخرى، وذلك نظرا لأن تناول الفرد لوجبة واحدة بها مكلف جدا زي ما قلنا، وغالبا ما تتواجد هذه المطاعم بالفنادق الفاخرة خمسة نجوم، نظرا لأن تواجدها من الشروط الأساسية لحصول الفندق على الترخيص. فالمطعم الكلاسيكي يجب أن يكون مؤسس على أعلى مستوى من الجودة، سواء في الأساس أو المرافق وغير ذلك، والعاملين بالمطاعم الكلاسيكية على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، وغالبا ما يكون رؤساء هؤلاء العاملين من المشهورين في هذا المجال.
نظرا للدراية والعلم والتجارب والخبرة الكبيرة جدا في طرق تجهيز كافة الأطباق العالمية. أغلب هذه المطاعم تمتلك قبوا للخمور يكون مجهز على مستوى راق ويحتوي على مجموعة كبيرة من الأنبذة المعتقة والمشروبات الكحولية النادرة، ومعظم المترددون على هذه المطاعم من الوسط الراقي القادر على إنفاق مبلغ كبير في وجبة واحدة. يبقى ده بالنسبة للمطاعم الكلاسيكية. نيجي للنوع الآخر من أنواع المطاعم، وهي المطاعم الراقية، وهي الدرجة الثانية من المطاعم الكلاسيكية نظرا لانتشارها يعني أكثر من المطاعم الكلاسيكية. يعني هي أسعارها ليست باهظة بالشكل الذي نراه في المطاعم الكلاسيكية، تمتاز بديكوراتها الجميلة والخدمة الراقية، يوجد فيها قوائم طعام راقية وأفراد الخدمة كذلك، والطهاة مدربين ومهرة، ولكنهم ليسوا على نفس درجة احتراف العاملين بالمطاعم الكلاسيكية. المطاعم المتخصصة، ودي مطاعم بتكون منتشرة حاليا في الوقت اللي احنا فيه ده، وبتبقى متخصصة بأذواق معينة ويعني بطبائع بلاد معينة، زي يعني المطاعم الصينية الهندية الإيطالية والتركية واللبنانية والخليجية. يعني كذلك توجد المطاعم الصحية التي تتميز بأنواع المأكولات التي لها نسب معينة من حيث الدهون والكربوهيدرات وما غير ذلك، ولكن هذا النوع من المطاعم الصحية نادر الوجود في مصر نتيجة العادات الغذائية التي يشتهر بها الشعب المصري وثقافته. كذلك يوجد أنواع متخصصة التي تنتج نوع واحد من المأكولات، وهي تمتلك قوائم طعام محددة تندرج تحت الاسم المطلق عليها، ذلك بجانب الديكورات والأثاث وزي العاملين الذي لابد أن يكون متماشيا مع التخصص. يعني بوجه عام المطاعم المتخصصة بتعطيك صبغة عن التخصص اللي هي بتديه. إذا دخلت المطعم الهندي فتجد الديكورات والزي والخدمة تشعر بأنك في يعني دولة الهند، كذلك بالنسبة للمطاعم الصينية وغير ذلك. وهي طبعا بتختلف كليا عن المطاعم الكلاسيكية والراقية من حيث طعم المأكولات وطبيعة المواد المستخدمة وكذلك طرق التجهيز والتصنيع الخاصة في المطاعم المتخصصة. رابع نوع من أنواع المطاعم هو مطاعم العائلات، وده نوع انتشر في الفترة الأخيرة، بيمتاز بأنه هو بيقدم خدمة يعني جيدة ومتوسطة للعائلات، ويعني دلوقتي بدأت تشتمل على الكوفي شوب والكافيتيريا. بيتميز النوع ده بالاعتدال في الديكور والأساس والأسعار ليتوائم مع كافة شرائح المجتمع. قائمة الطعام الخاصة به غالبا ما تكون اختيارية بجانب وجود قائمة محددة. هو المظهر العام فيه بتشعر ب يعني الشكل العائلي والدفء والحميمية في وجودك داخل مطاعم العائلات. المطاعم الموسمية، كلمة موسمية تعني انه بيعمل في فترات وفترات، مثل يعني مطاعم بتعمل في اوقات وليكن يعني الصيف في البلاد التي يتم العمل فيها السياحة وغير ذلك الصيفية او الشتوية، وبتقدم يعني الخدمة فيها باسلوب الفندقي العالي، نظرا لكونها مطاعم تعمل خلال فترة معينة وغالبية العاملين بها من العمالة المتغيرة.
يعني من أمثلة تلك المطاعم مطاعم الشواطئ والقرى السياحية. وكان انتشار هذا النوع من المطاعم نتيجة لانتشار أماكن الضيافة الموسمية والتي يلجأ إليها العديد من الناس في فترة معينة. يعني كده نصل إلى النوع السادس وهو المطاعم الشعبية. ومن المسمى الظاهر أمامنا كلمة الشعبية إنه هو على العكس من نوع المطاعم الكلاسيكي والراقية. ويعني بنقول إن ده ظهر نتاج إن وجود ده، فبرضو المناطق الشعبية يعني تم إقامة المطاعم التي تقدم الأطعمة التي تتواءم مع طبيعة وعادات وثقافة المناطق الشعبية، كذلك بتقدم يعني قائمة اختيارية للمأكولات، وبتبقى يعني معتدلة في أو ديكوراتها وأساسها بيكون يعني إلى حد ما معتدل جدا جدا، أسعارها بتكون مناسبة لهذه الفئة من المناطق الشعبية الكثيفة. ولكن هناك بعض المحاولات التي تمت لإقامة مثل هذه المطاعم في الأماكن الراقية، ولكن كثيرا ما فشلت هذه المحاولات نظرا لأن أصحاب المطاعم في الأماكن الراقية أرادوا أن هم يضيفوا لمسات يعني فيها شيء من التميز والرقي مع المطاعم مع الأكلات الشعبية، ولكن لم تلقى قبولا في المستهلكين اللي هم من سكان المناطق الراقية، لأن الطائفة دي لما بتحب تتذوق الطعام الشعبي بتكون عايزة نفس الطعم والرائحة التي يتميز بها الطعام الشعبي في الأماكن الشعبية. ونظرا لأهمية المطاعم الشعبية فهنجد ان في بعض سلاسل المطاعم العالمية في مصر، مثلا ماكدونالدز ارادت ان هي تقدم خدمة الاكل الشعبي زي الطعمية، وبالفعل اعلنت عنها، ولكن ارادت ان تعطي برضو عليها اللمسة يعني الجمالية او شيء من الرقي بتاعها، فوضعت الطعمية في العيش الكايزر، وبالفعل طبعا يعني لم تلقى قبولا ولا ترحابا من المترددين على ماكدونالدز، ففشلت وباءت هذه يعني التجربة بالفشل. ده بالنسبة للمطاعم الشعبية الموجودة في مناطق كثيرة جدا جدا في مصر. سابع نوع من أنواع المطاعم هي مطاعم المأكولات السريعة الفاست فود، وطبعا دي يعني بقت منتشرة انتشار رهيب في كافة الأماكن، ولاقت قبول كبير جدا عند مختلف أطياف المجتمع وبالأخص من فئة الشباب، نظرا لأن هي بتقدم أطعمة ذات مذاق متميز وطريقة الخدمة فيها شيء من التميز أيضا، والديكور والأساس وغير ذلك، وليست ذات أسعار عالية، يعني ليست لا تقارن بالمطاعم الكلاسيكية ولا المطاعم الراقية. نشأت هذه المطاعم نتيجة لسرعة إيقاع العصر الحديث، وحاجة الناس إلى وجبة صغيرة سريعة لا يتطلب تداولها وقت كبير، وكانت البداية لظهور هذه المطاعم في عام 80
ثم قفزت قفزات سريعة. طبعا ده نظر للإقبال الشديد للمستهلكين على مثل هذه المطاعم والفروع العديدة اللي أنشئت على مستوى العالم، زي يعني ماكدونالدز وكنتاكي وبرجر كينج وغير ذلك. كانت أشهر هذه المطاعم هي سلسلة المطاعم العالمية تشيز بيرجر، وتعود فكرة هذا النوع من الطعام إلى الجيش الأمريكي. فعندما أراد الجيش الأمريكي تقديم وجبة غذائية متكاملة للجندي في مكان تدريبه تكون سريعة التحضير، ودي أحد مميزات المطاعم السريعة، إن الوجبات سريعة التحضير ولا تأخذ وقت في تناولها، كان الهامبرجر هو الخيار الذي توصلوا إليه. ومن هنا بدأت فكرة مطاعم الهامبرجر التي عممها الجيش الأمريكي بعد ذلك في محال تبيع للجمهور. دلوقتي أصبحت المطاعم الوجبات السريعة كثيرة ولها أسماء رنانة تقدم للعملاء مجموعة متنوعة من المأكولات سريعة التحضير. ثامنا، مطاعم استراحات الطرق، وملاحظ من المسمى انها بتنشأ على جوانب الطرق لخدمة المسافرين في اماكن الريست الخاصة بوقوف العربيات، وهي ايضا بتقدم يعني خدمة مأكولات سريعة، بتكون هذه الوجبات يعني نصف جاهزة يدوب على مثلا الإعداد الفوري والتجهيز للمسافرين، ومكتوب يقصد بها المطاعم التي تنشأ على جانبي طرق السفر، حيث يتمكن أصحاب السيارات من تناول وجبات الطعام الخفيفة بسعر معتدل. إذن أسعار الوجبات فيها تتناسب مع المسافرين، وهذه المطاعم لها أكثر من نوع، وتختار موقعها على جانب طرق السفر، ويقع المطعم داخل قاعة كبيرة تتميز بأن بها كونتر كبير أو مجموعة من الموائد ليختار العميل الطريقة التي يريد أن يتناول بها طعامه، ودائما يقع خلف الكونتر مكان تصنيع الغذاء اللي هو المطبخ، ليوفر سهولة وسرعة في عملية مناولة الأطعمة. هذا وهناك العديد من سلاسل المطاعم السريعة التي أنشأت لنفسها مطاعم للطرق السريعة أيضا، مثل يعني سلسلة مطاعم ماكدونالدز اللي هي برضو دخلت في مثل هذا النوع من أنواع المطاعم اللي هي استراحات الطرق. من مميزات هذه المطاعم انه يقوم بتقديم أطعمة سريعة التصنيع معتدلة السعر، ويجب ان يتوافر بها بهذا النوع من المطاعم مكان لتناول الطعام، كي لا يتناول العملاء أطعمتهم اثناء قيادتهم للسيارات، مما قد يسبب لهم العديد من الحوادث. نأتي إلى آخر نوع معانا، النوع السابع التاسع من أنواع المطاعم، وهو مطاعم الخدمة الذاتية سيلف سيرفيس. هي مطاعم تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات التي تكون معروضة أمام العملاء سواء على البوفيهات أو داخل ثلاجات عرض أو غيرها من وسائل الحفظ. يقوم العميل باختيار نوع الطعام الذي يفضله من بين الأنواع المعروضة وبالكمية التي يراها مناسبة له، ثم يمر على الخزينة لدفع قيمة ما قام باختياره من مأكولات. يعني بيدخل العميل من الباب وبياخد صينية من الصواني الموجودة على مائدة صغيرة، وبيمر
بمر على البوفيه أو مكان عرض المأكولات وبيختار أنواع المأكولات اللي هي يعني يريدها أو تعجبه ويضعها على الصينية، وفي النهاية بيصل إلى مكان الكاشير أو الخزنة لدفع قيمة الطعام، ثم يتوجه إلى المائدة ويبدأ يتناول الوجبة اللي هو اختارها بنفسه. دي كده أنواع المطاعم، ذكرنا 9 أنواع بداية من المطاعم الكلاسيكية مرورا بالمطاعم الراقية والفاست فود والمطاعم الموسمية والمطاعم الشعبية ومطاعم استراحات الطرق وصولا إلى مطاعم الخدمة الذاتية. معانا دلوقتي هندي يعني بعض الصور لمختلف أنواع المطاعم التي عرضناها الآن. عندنا مطعم برجر كينج، وهي إحدى سلاسل المطاعم العالمية اللي بتقدم الفاست فود، وهي برجر كينج هي تاني أكبر سلسلة مطاعم عالمية بعد للبرجر بعد ماكدونالدز، وصورة أخرى لإحدى الأحد المطاعم الكلاسيكية. أيضا هنا نوع من أنواع المطاعم الموجودة في المنتجعات على يعني حمام السباحة، وكذلك وهو نوع من أنواع المطاعم الراقية. وكذلك أمامنا دلوقتي يعني أحد طرق تقديم تجهيز الغذاء في المطبخ وعلى العربة، وأمامنا برضو نوع من أنواع المطاعم اللي فوق ده مطعم اللي هو الخدمة الذاتية، كل شخص قاعد قدامه الصينية بتاعته وبيحصل على النوع الوجبة اللي هو عايزها. كمان معانا الكافيتيريا والمأكولات الشعبية. وده نوع من أنواع المطاعم اللي هو الكوفي شوب، وكذلك ده نوع من أنواع المطاعم اللي بتقدم الخدمة عن طريق البوفيه، وموجود زي ما احنا شايفين البوفيه موجود على اليمين واليسار وفي الامام، يعني بيمر العميل بياخذ الوجبه الغذائيه اللي هو عايزها ويجلس على مائده الطعام لتناول الوجبه الغذائيه. نصل الى يعني النقطة الثانية من المحاضرة، وهي مسؤوليات القائمين على الخدمة في المطعم، وهناخد مثالين من العاملين في المطعم وهو المدير ونائب المدير أو مساعد المدير عشان نقدر نتعرف على المهام والوظائف التي يقومون بها وصولا إلى إرضاء العملاء وتنمية المبيعات. مدير المطعم هو المنوط بأخذ القرار مع الإدارة للارتقاء ورفع مستوى الخدمة، مراجعة الكشوف الخاصة بالمرضى والأجازات للعاملين طبعا، مراعاة مدخل المطعم، تنسيق الظهور، مش هو اللي بينسق ولكن دائما المدير بيكون هو المسؤول عن مراقبة كل هذه الأشياء داخل المطعم للوصول إلى النجاح داخل المطعم.
مراجعة مع المطبخ، إعطاء التعليمات الملائمة للعمل، مراجعة المظهر الخاص بالعاملين، توزيع العاملين كلا حسب عمله، مراقبة طاقم الخدمة وهم يتعاملون مع الضيوف، لاكتشاف أي خطأ من الأخطاء أو مراقبة حدوث أي مشكلة من المشكلات ليقوم على الفور بحلها بطريقة ترضي العميل، مراعاة الأطعمة والخدمة على المستوى المطلوب، مراعاة عدم وجود أي اتساخ بأدوات الخدمة التي تقدم، إعداد طلبات الصيانة للأشياء التي يجب إصلاحها والتي تحتاج لتعديل وتحسين، مناقشة الملاحظات مع العاملين أثناء الاجتماع اليومي. وإحنا هنا بنتكلم عن مدير المطعم، سواء كان المطعم مستقل أو المطعم تابع لمنشأة فندقية. فإحنا قلنا إذا كان هو المدير المالك لمطعم مستقل فهو بتبقى الإدارة مباشرة مع العاملين، أما إذا كان هو تابع لمنشأة فندقية فبالتالي بيكون تابع لمدير عام الأغذية والمشروبات. التأكد من أن جميع عربات الخدمة تحتوي على الأدوات الخدمة الخاصة بها، إعداد وتجهيز المناضد بمجرد مغادرة الضيوف لها، إن هو بيراقب، يعني مش هو اللي بيقوم بالإعداد لكن هو عليه مراقبة كل هذا، لأن المدير الناجح هو الذي يعني ينظر إلى كل ما يتم عمله داخل المطعم. التأكد من أن البياضات قد تم تغييرها، إعطاء التعليمات لمساعده ليقوم بالمسؤوليات المنسوبة إليه، التأكد من أن جميع العاملين يتبعون اللوائح حسب تعليمات الفندق أو حسب تعليمات يعني مالك المطعم إذا لم يكن هو المالك للمطعم، التأكد من تنمية الخدمات المتنبأ بها من أرباح الطعام والشراب، الالتزام التام بالميزانية المقررة والتأكد من السيطرة على جميع التكاليف، المساهمة في تنسيق ووضع الميزانية السنوية لتحديد مصادر الدخل والنفقات المتوقعة، إدارة المطاعم كمصدر ربحي وتحمل مسؤولية جميع مصادر الدخل والتكاليف، التأكد من الالتزام بمعايير التخطيط الصحيحة للوصول إلى مستوى الخدمة المطلوبة، تحديد المسؤوليات والاختصاصات للموظفين، التأكد من أخذ حجز الطاولات بطريقة مناسبة لزيادة أعداد النزلاء، الرقابة على السجلات والإشراف على الجرد، الرقابة على أدوات الخدمة والمخزن، إعطاء التعليمات لطاقم العمل حول الخدمة والتحضيرات وقائمة الطعام وبرنامج العمل اليومي. كل دي من المهام أو المسؤوليات اللي بيقوم بيها مدير المطعم، التعاون مع قسم الإنتاج اللي هو المطبخ حول العمل اليومي، التعامل مع جميع شكاوى وطلبات واستفسارات العملاء حول الطعام والشراب والخدمة، توطيد الصلات مع العملاء والحفاظ على علاقة جيدة معهم إذا كان هو مدير مطعم في فندق أو هو صاحب ومالك المطعم المستقل. فأولى مهام هذا المدير أن يحافظ على عملاء المطعم وأن يعمل على تحسين الصورة والترويج من خلال ولاء العملاء الموجودين للوصول للعملاء المحتملين، كذلك إعداد التقارير وإذا كان في تابع لفندق إعداد التقارير الخاصة بالعاملين، التبليغ عن الأشياء المفقودة والتي عثر عليها، إعداد اجتماعات مع طاقم العمل بشكل دوري، التأكد من المحافظة على نظافة وترتيب المطعم، الإشراف على عمليات التنظيف داخل المطعم، إعداد الأوامر تصليح وصيانة، عقد اجتماعات شهرية، تحديد الاحتياجات التدريبية، ودي شيء مهم جدا إنه يعني عن طريق الملاحظة الشخصية والتعامل مع العاملين يقدر يحدد إيه هي المهارات السكيلز المطلوبة يعني تنمية مهارات العاملين ومعارفهم في التعامل مع الضيوف، إعداد خطة التدريب السنوية لمنح الموظفين الخبرات الضرورية لتأدية واجباتهم،
كذلك إعلام الأقسام المعنية بجميع دورات التدريب، تقييم أداء الموظفين السنوي، المساهمة في تدريب الموظفين، الإشراف على الموظفين داخل القسم إذا كان هو تابع للأغذية والمشروبات في الفندق، إجراء جرد لأدوات الخدمة نصف سنوي وسنوي، تخطيط وتنظيم حملة دعائية للمطعم في المناسبات والاحتفالات، وده من مهام جميلة جدا اللي بيقوم بيها المدير المطعم إذا كان يريد تطوير المطعم وإثبات كيان المطعم وبقائه في السوق. كذلك التأكد من التزام جميع العاملين بالزي، المساهمة في التدريب زي ما قلنا، والتأكد من الالتزام بالميزانية وتوزيع المهام اليومية ومناقشة حركة العمل والتأكيد على حجوزات اليوم. نصل إلى مساعد مدير المطعم، وهو بيقوم بكل ما يفوضه به مدير المطعم، وفي حالة غياب مدير المطعم بيقوم مساعد مدير المطعم بإدارة المطعم إلى حين وصول المدير. مسؤول عن المطعم في حالة غياب المدير، التعاون مع المطبخ لتقديم خدمة جيدة، المراجعة على أطعمة البوفيه والمراجعة على أدوات الخدمة ودولاب حفظ الأدوات، والتأكد من وجود كل مسؤول في مكانه. في حالة المجموعات يجب تجهيز أدوات الخدمة حسب القائمة التي ستقدم لهم، التأكد من أن مسؤول الخدمة يعرفون قائمة الطعام وطريقة الطهي، تجهيز قوائم الطعام، اختار العاملين بالأغذية والمشروبات غير المتوفرة، تحية العملاء ومتابعة طلباتهم، التأكد من خدمة المشروبات والخبز والزبد، متابعة الخدمة لكل مائدة حسب التعليمات، كذلك التأكد من نظافة الموائد بعد انتهاء الضيف منها، مراجعة فواتير النزلاء، التأكد من مسؤول الخدمة يأخذون الطلبات بشكل صحيح، كذلك إعطاء تعليمات برفع البوفيه وأي أدوات مستعملة، التأكد من نظافة الأدوات ومتابعة إرسال العاملين لفترات الراحة، متابعة تعليمات المدير، متابعة رفع الأدوات عند الانتهاء من خدمة فترة معينة، إعطاء تعليمات بتجهيز المناضد للفترة التالية، التأكد من احترام اللوائح والتعليمات والتقارير، ومتابعة برنامج التدريب، تقديم الأفكار والتعليمات التي تفيد التدريب. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة، واتكلمنا في المحاضرة عن أنواع المطاعم، وقلنا المطاعم الكلاسيكية والراقية والمتخصصة والعائلات والموسمية والشعبية، واتكلمنا عن مطاعم الوجبات السريعة واستراحات الطرق ومطاعم الخدمة الذاتية، وأعطينا أشكال وصور عن بعض هذه المطاعم. كذلك اتكلمنا في مسؤوليات العاملين عن الخدمة في المطعم، اتكلمنا عن دور مدير المطعم ونائب مدير المطعم، ونصل إلى أسئلة المحاضرة. السؤال الأول: أذكر بإيجاز أنواع المطاعم. السؤال الثاني: تكلم عن مهام مدير المطعم. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية محاضرتنا النهاردة بإذن الله، إلى لقاء في محاضرة القادمة. كان معكم دكتور صفوة الدرويش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.